بالدم يا عمر لا تهتم العراق نبني بالدم الوشاح لا تهتم. لا يمر يوم من أيام ثورة تشرين دون سماع أخبار عن الخطف وتغييب القسري بحق المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين ومن يدعم التظاهرات بشكل عام. مسيرة شعبية وصلت إلى ساحة التحرير في بغداد تنديداً باستمرار خطف الناشطين على يد الميليشيات الموالية لإيران التي تريد إجهاض التظاهرات. باسمي واسم الناشطين وكل متظاهر سلمي اليوم موجود بساحة التحرير نطالب بإطلاق سراح كل المغيبين الموجودين اللي ما نعرف مصيرهم وين لحد الآن إلى جهات مجهولة. باطلة هي الأحزاب الحاكمة ومساعيها للبقاء في السلطة على حساب الشعب، يهتف متظاهرو التحرير. فثورة قائدها شهيد لن تقف حتى تنتصر كما يقولون، ولن يرهبها خطف أو تغييب لأصوات منتفضيها. اليوم هو العراق، قائده هو الشهداء، الشهداء الثورة، ثورة تشرين، هذه الثورة العظيمة. نقول من هنا من ساحة التحرير يبقى العراق للعراقيين، ولا نقبل أن أحد أن يعتقل الناشطين المدنيين السلميين. خرجنا من أجل وحدة العراق وشعب العراق. أساليب ميليشياوية وصفت بالرخيصة لم تعد تجدي نفعا مع الثوار، فالجميع على قلب رجل واحد رجالا ونساء. رغم هذا احنا موجودين وما يرهبونا، نخطفوا انقتلوا دكاترة من عندنا ما يرهبونا، نبقى صامدين ونبقى موجودين لنهاية الثورة وفوزها، وفوز الثورة مو قمع الثورة. مفوضية حقوق الإنسان الحكومية أعلنت مؤخرا أن 79 متظاهرا بينهم 4 فتيات خطفوا، فيما أطلق سراح 22 منهم فقط بينهم فتاة واحدة، كما بلغ عدد المعتقلين في السجون الحكومية أكثر من 2800 شخص، لا يزال 38 منهم قيد الاحتجاز، في وقت تؤكد اللجان الحكومية وتقارير حقوقية مستقلة أن الأرقام الحقيقية أكثر مما تعلنه الجهات الرسمية التي تحاول عبثا خنق صيحات المتظاهرين. اسم الدين اطفال الحراميه.